معطى. يلا إذا كانت النقطة نون نقطة المنتصف، يعني نون هي منتصف، يعني لو عاملين هيك نون هي المنتصف، قديش إحداثياتها؟ صفر واثنين. القطعة المستقيمة ميم لام، إذا هنا ميم وهنا لام أو العكس بصير تفرقش. يعني إحنا الميم معطيني إحداثياتها 4 وسالب 1، كيف نطلع إحداثيات لام؟ خليهم سين وصاد، مش عارفهم كم. إذا القاعدة بتقول لو جمعت 4 زائد سين، معلش خلينا نظبط الكتابة، نعيد. لو جمعت 4 زائد سين على 2 أيوة و سالب 1 زائد صاد على 2، المفروض أطلع الجواب 0 و 2. المسقط الأول يساوي المسقط الأول، والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. إذا 4 زائد سين على 2 يساوي 0، ومنها 4 زائد سين يساوي 0، ضرب تبادلي كأنها على 1 هيك 2 في 0 بيطلع 0، إذا سين يساوي سالب 4. هاي خلصنا أول وحدة. الثاني سالب 1 سالب 1 زائد صاد على 2 يساوي 2، هيك كأنها على 1 ضرب تبادلي، سالب 1 زائد صاد يساوي 4، ضيف 1 للطرفين إذا صاد يساوي 5. إذا إحداثيات لام راح تكون سالب 4 و5 وهو المطلوب. يلا نشوف التمارين. إذا كانت النقطة ألف إحداثياتها 2 وسالب 1، ب 8 وسالب 1، ج 8 و7، رؤوس مثلث، وكانت النقاط د ه واو منتصفات أضلاع اللي هو ألف ب وب ج مع الترتيب، جد إحداثياي كل من النقاط، يعني بدي أنا أطلع إحداثي منتصف ألف ب، أيوة يعني هيك لو رسمنا رسمة كروكية سريعة هيك، هاي ألف ب ج، بدي أنا أطلع د اللي هي منتصف ألف ب، وبدي أطلع ه اللي هي منتصف ب ج، مش هيك؟ ممتاز، هذه ها، وبدي أنا أطلع واو اللي منتصف ألف ج. طيب عادي اشتغل فيهم واحدة واحدة، نبدأ بأول واحدة. إيش راح يطلع معانا؟ اللي راح نجمع الاثنين زائد ثمانية عشرة تقسيم اثنين خمسة فاصلة، هاي اللي هي دال، أنا قاعد بطلع بهذه، لأن بأخذ ألف وباء بس، سالب واحد زائد سالب واحد بطلع سالب اثنين، تقسيم اثنين بطلع سالب واحد. هاي أول واحدة خلصنا. يلا أعطيني النقطة ها، مدامك بتطلع نقطة ها، إذا بتطلع باء وجيم، بتطلع على هذول الثنتين. يلا ثمانية زائد ثمانية 16 تقسيم اثنين ثمانية، شوف أصلا لما يكون عدد ثابت اكتبه زي ما هو وخلاص. سالب واحد زائد سبعة بطلع ستة، ستة تقسيم اثنين ثلاث، إذا هاي ها خلصناها. يلا بدنا واو، كيف نطلع واو؟ يلا بدنا نجيب مين؟ ألف مع جيم، معناته بدي أطلع على ألف وبدي أطلع على جيم، انتبه وين بتطلع. 2 زائد 8 10، 10 تقسيم 2 5 فاصلة، سالب 1 زائد 7 بيطلع قديش؟ 6، 6 تقسيم 2 3. هيك احنا طلعنا إحداثيي أو إحداثيات اللي هي النقاط، النقاط المنتصف. جد محيط المثلث ألف با جيم، كيف نطلع محيطه؟ بنطلع أطوال أضلاعه إذا. طيب ما هو أنا كيف أطلع طول ضلعه؟ إذا بجيب طول ضلع ألف با بجمعه مع طول ضلع باء جيم، بجمعه مع طول جيم ألف، أو إذا بدك بتجيب المسافة بين ألف ودال تضربها باثنين، المسافة بين ألف وواو تضربها باثنين، المسافة بين باء وها تضربها باثنين، وبعدين تجمعهم. إذا هاي مشكلة. جد محيط المثلث دال ها واو ماذا تلاحظ؟ إذا خلينا نوجد محيط المثلث ألف باء جيم كلياته كامل، إذا بنجيب المسافة بين ألف وباء، ألف باء تساوي الجذر التربيعي لي، رجعنا لقانون المسافة بين نقطتين اللي هو راح يكون فرق السينات اللي هو 6 تربيع 36 زائد سالب 1 زائد أو ناقص ناقص 1 بيطلع 0. كويس، في هاي الحالة راح يطلع معنا الجذر 36 ويساوي 6، إذا هاي تساوي 6، إذا ألف باء تساوي 6. هسه بدنا نجيب باء جيم، نجيب كسيب نجيب المسافة بين باء وجيم. يلا الباء جيم راح يطلع الجذر التربيعي لي، فرق السينات اللي هو 8 ناقص 8 0، تربيعها 0 خلاص بديش اكتبها، وسالب 1 ناقص 7 بيطلع ناقص 8، تربيع
ويساوي جذر 64 ويساوي 8. إذا هون راح يطلع باء جيم يساوي 8 ضايل ألف جيم. بدنا نطلع ألف جيم، بنجيب المسافة بين ألف وجيم. يلا إيش ألف وجيم؟ نرد نطلع عليها مرة ثانية، هاي ألف مع جيم، إذا راح تكون الجذر التربيعي لي. يلا فرق السينات 2 ناقص 8 سالب 6 التربيع 36 زائد سالب 1 ناقص 7 بيطلع سالب 8 بيطلع 64، بيطلع جذر ال 100 اللي هي بيطلع قيمتها ايش؟ 10. إذا ألف جيم يساوي 10. لو تطبقوا فيثاغورس على هذا المثلث تلاقي المثلث قائم الزاوية على فكرة، يعني مربع الوتار يساوي مربع ضلع الأول زائد مربع ضلع الثاني. إذا هذا المثلث أصلا طبيعته قائم الزاوية. الآن المحيط إيش يساوي؟ المحيط للمثلث ألف باء جيم يساوي 6 زائد 8 زائد 10 يساوي 24. طيب خلينا نجيب محيط المثلث دال ها واو اللي هو الصغير. إيش راح يطلع محيط المثلث دال ها واو؟ دال ها واو ما هو هذا عبارة عن نص الضلع، وهذا نص الضلع، وهذا نص الضلع. يعني هون راح يطلع نص مين؟ نص باء جيم، نص المقابل له. نص باء جيم، يعني هذا كم باء جيم احنا طلعناه؟ 8، إذا هذا راح يكون 4. طيب ودالها راح يكون نص ألف جيم، راح يكون 5. وواوها راح يكون نص ألف باء، راح يكون 3. إذا راح نجمع 4 زائد 5 زائد 3 ويساوي 12. إذا لاحظ محيطه شو طلع؟ طلع نص محيط المثلث الأصلي. هذا سؤال حلو مليان أفكار وربط موضوعات مختلفة مع بعضها البعض. ننتقل على اللي بعده.